نعم. رجل تزوج بامرأة يا شيخ، فهل يحق للمرأة أن تكشف لزوج أمه؟ هنا إذا تزوج الرجل امرأة زوج أمه، زوج أم الرجل، زوجها لأمه. إذا تزوج الرجل امرأة صار جميع أصوله محرم له، فزوج أمه إذا كانت المرأة التي تزوجها إذا كان هذا جدها، إذا كان جدها من جهة أمه فإنها تكتشف. أما إذا كان زوج أمه والبنت من غير هذه المرأة فإنها لا تكتشف، هذه لا تكتشف، ما هو محرم، ليس محرم لها.